مرحبا بالناس الكل. هذا بلوك هامر باش نبدلو له فيلبروكا، فيه فيلبروكا مقطوع، كي حليناه نلقاو فيه برشا مشاكل اخرين. انا كي تجيني موتور فيها اغلاط ومشاكل، ما نحبش نبدا نقول فلان غشك وفلان عملك ولفقلك ودنالك، خاطر مهمتيش في غيري، معني نخدم خدمتي وربي يعين الناس الكل. ولكن ساعات تشوف حاجات معناها ما تلقى لها حتى تفسير. مثلا نشوفوا لهنا الرونديل نتاع الكيك كيف راكبه، مركبينها من برا تحت سيركليبس، راهي ما تجيش هكاك من برا، سيركليبس يركب بلاش رونديل، والرونديل هذيك تركب من داخل، ما كانش الكيك يولي يعمل في الحس. وكيما تشوفوا الفولون موتور لهنا ضاربين عليه بالمطرقه، بلاصه اللي يركب فيها لاراش فسدت، ما عادش يشد فيها لاراش. الفولون موتور هذا يعمل 80 70 دينار، معناه السيكليستي ما ياخوش راش ب 10000 ويفسد لك معناها الفولون تاعك اللي يسوى 80 دينار. شوف الخدمه اللي يخدموا فيه. هذا تو ما يخرج كان بالمطرقه، جبر بالفيلبروكان باش يتبدل، معناه نجمو نخرجوها كبتبيعتنا باش نبدلوا الفيلبروكان. كان جاي معناه الفيلبروكان مش باش يتبدل، هذاك يولي يخرج بالصدير وتلحم له وراش الحاصيل وخدمه زرقاء. باهي توا كانك تتفرج فينا وماكش مشترك، ما تنساش باش تعمل ابوني لشين يوتيوب وتفعل الجرس باش يوصلك اشعار فيديوهاتنا جديدة، وعملونا لايك للفيديو وكومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. الموتير هذايا المشاكل فيها ما توفيش، كي حليت الكارتريت نلقى البواط فيتيز زايدين هرونديل. السيد هذايا اللي صلحها برجولية ولا انجينيور معناه، ولا يزيد وينقص في الرونديلات من عنده. كيما تشوفوا زايدين هرونديل من اللوطه، ما نعرفش شنو حاب يعمل بالضبط. حاصيل الموتير هذايا ولا فيها الفيتيس يلاشي، ساعات يتعدى ساعات ما يتعداش. والغريب في الامر معناها نلقى الرونديل الدوريجيك نتاعها اللي تجي من فوق لهنا تركب لهنا نلقاها منحيه، معناها نحى الدوريجين وركب رونديل زايده من اللوطه. هذايا بواطه قديمه ريتوها الرونديل الدوريجين وين تركب من فوق لهنا فوق السيركليبس، فوق السيركليبس اللي فوق البينيون تاع التروازيام، تركب لهنا وبعد تركب فوق منها البينيون تاع الكاتريام تجي فوق منها، وما تركبش رونديل من اللوط. باهي ما تنساوش تكملوا الفيديو للاخر، خاطر في اخر الفيديو فما مسابقه قويه برشا، فما مسابقه باش نعملوها وفيها كادوات زاده. انا عملت مسابقه قبل في فيديو سابق، اليوم باش نعلنوا على اسم الفائز في المسابقه القديمه، واليوم باش نعلنوا معناها على مسابقه جديده. والحاصيل كمل الفيديو للاخر، كمل الفيديو للاخر تفهم كل شيء. نرجع لموضوعنا، كيما تشوفوا السيد هذا وحللها رونديل من اللوطة، ما نعرفش شنو حاب يعمل. هذايا الرونديل نتاعها، هذايا الدوريجين نتاعها، وتركب من فوق فوق البينيون تاع التروازيام، وفوق منها تركب البينيون تاع الكاتريام. الموتور هذايا المشاكل فيها ما توفاش، نلقاو راكب فيها جوان كيلاس تاع فرزة، هذايا معناها البلاصة مدورة معناها تاع فرزة. شوفوا جوان توري كيفاه تشكبن، ما فهمتش انا كيفاش يخمموا هذوما. تو ظاهره بلاصه السيلندر كيفاه مربعه والجوان مدور، معناها الظاهره ماهيش مقابله بعضها، ما نعرفش انا يغمض عينيه ويركب ولا كيفاه ركبها، الله اعلم. هذا الجوان تاع الهامر، تنوريكم معناها جوان كيلاس تاع الهامر هنا بالضبط. هذا الجوان تاع الهامر ريتوها بلاصه هذيك النقبه نتاع الزيت، ترجع الزيت هاي كمربعه نفس معناها اللي في السيلندر، كي نحطها لهنا تجي كيف كيف، معناها نفس الدورة هي بيدة. نشوفوا هذايا نتاع الفورزة كيفاه، يعني ما فهمتش بالرسمي عباد هذوما كيفاش يخمموا، الله أعلم. مرحبا بالناس الكل، بس قبل كل شيء ضريبة اللايك وكمل الفيديو للآخر، خاطر في آخر الفيديو باش نعلنوا على اسم الفائز في المسابقة اللي حكيت لكم عليها في فيديو سابق. أول حاجة حبيت نقول لكم اللي أنا حليت كونت تيك توك جديد، هذا الكونت جديد، الكونت جديد فيه محتوى مختلف على المحتوى الموجود في الكونت هذايا. نحب هجوم شرس، الناس الكل تعمل متابعة للكونت الجديد. نحب نجي وطول أهم نقطة في الفيديو اللي هي المسابقة، برشا يسألوا فيا على المسابقة، وين المسابقة، لتوا ما ربح حد. على هذاك اليوم باش نعلنوا اسم الفائز، عملنا قرعة سيئة وربحها معانا متابع من المتابعين. الكابتور متاع كونت الشخص اللي ربحها معانا تلقاوه في ستوري على انستغرام، وإلا في ستوري في كونت تيك توك جديد. اللي يلقى اسمه، اللي يلقى كابتور الكونت متاعه، يبعث ميساج بريفي بنفس الكونت ونتواصلوا معاه نبعثوله الكادو. بالنسبة للإجابة الصحيحة، هذه الإجابة الصحيحة، هذا كابتور للكومنتير للشخص اللي جاوب بالصحيح. اكثر حاجه غلطوا فيها العباد هي حكايه الزيت، برشا قالوا الزيت معناه يتبدل والموتور بارد، هذه اكثر غلطه للاسف.
بالرغم معناها الحكايه ديجا واضحه برشا، معناها تو مثلا كي تعمل رنساج لازمك معناها تخدم الموتور 10 دقائق على الاقل وبعد طايح الزيت باش معناها البافير يتخلط مع الزيت ويهبط مع الفيدونج، وكي تبدل الزيت نفس الشيء لازم معناها الموتور تبدا سخونه على الاقل 80 درجه مئويه، خاطر كي يبرد الزيت البافير معناها يتحسر في الكوينات وما يهبطش. هذه معناها حاجه، وحاجه اخرى كي تبدا الموتور بارد بسبب اللزوجه نتاع الزيت نسبه كبيره من الزيت تبقى وسط البلوك، بينما كيف يبدا الزيت سخون اللزوجه نتاعو تقل واغلبيه الزيت يهبط. وبالنسبه معناها اللي يقول لك خلي يبرد باش معناها البولون ما يتفوريش، هذه حكايه غالطه كومبليتمون. الحلين ما يفوريش البولونات خاطر انت بولون هو مكبوس باش ترخفو، كيفاش باش يتفور؟ ما يتفوريش، مش لوجيك الحكايه. وقتاش يتفور؟ كي يبدا معناها مكبوس وتزيد تكبس، معناها تزيد تنزل عليه، والا يبدا سخون وتكبس الوقت هذاك يتفور. على هذاك الطريقه الصحيحه للفيدونج تطيح الزيت والموتور سخونه، من بعد تخليها تبرد وتسك ترفع قلها، من بعد تكبس البولون نتاع الفيدونج وتصب الزيت الجديد. هذه الطريقه الصحيحه للفيدونج. بالنسبه للكادو نتاع المسابقه، هذا الكادو تليفون انفينيكس رام 4 جيجا بلس 3 و ستوكاج 64 جيجا. هذا الكادو نتاعنا كيما تشوفوا هاكا مر جاوا به، هذا باش نبعثوه للشخص اللي ربحها معانا في المسابقه. والمسابقة ما وفاتش لهنا، مازالت الكادوات والمسابقات، وباش نعملوا مسابقة جديدة. المسابقة الجديدة ما يكفيش تجاوب الصحيح، المسابقة الجديدة فيها بعض الشروط. لازمك أول حاجة تبدأ عامل متابعة في تيك توك، الكونت هذايا والكونت الثاني، الكونت الجديد هذايا الكونت الجديد، ولازمك زادة تبدأ مشترك في قناة اليوتيوب للمعلم للصيانة، هذايا قناة اليوتيوب. ولازمك تبدا زادة عامل فولو على الانستغرام، هذا الانستغرام اسمه معز الطلحاوي. كي تجاوب الصحيح وتبدا عامل هذوما الكل تدخل القرعه. سؤال المسابقه جديده على الفيربروكان، هذا الفيربروكان هامر تقطع شيره لومبراياج. السؤال شنو هو السبب اللي خلى الفيربروكان هذا تقطع؟ الناس الكل تشارك. القرعه نتاع المسابقه الجديده باش نعملوها كي نوصلوا 100000 ابوني، وعلى فكره الجائزه باش تكون ولا في الاحلام، باش تكون القيمه نتاعها التريبل نتاع قيمه الجائزه هذيا. ان شاء الله مربوحه للناس الكل، وكان عجبكم الفيديو ما تنساوش ضريبه اللايك.